هلا الجو بحسه كتير حلو احكي لكم قصه لانه الدنيا عم بتمطر. فالقصه هاي برضو فيها بدايتها مطر. عم نحكي عن قصه جديده للكاتبه هدى الشوى القدومي اسمها النخله صور، للرسامه نسيبه المنيس. اوكي احكي لكم شوي عنها. هلا احنا صغار اي ثينك معظمنا، اذا بدناش احكي كلنا، معظمنا كنا كثير نخاف لما ننام نشوف بالخيالات او باشياء زي هيك، انه مثلا في عنا وحوش، ممكن من الشباك، يمكن تحت التخت، يمكن في الخزانه، يمكن من اي باب هيك موارب، ايش ما كانت القصه يعني. اوكي سو انا وحده كنت من هذول الاولاد الصغار. اي ثينك كمان مخيلتي كثير كانت خصبه. اورايت الكتاب بيحكي عن هيك شيء، بيكون في عنا ولد صغير في ليل كثير عم بتمطر، شايف النخلة بس كأنها بطلت نخلة، شايفها إشي بين النخلة والديناصور، فصار عنا المخلوق اللي اسمه النخلصور. أوكي سو بيشوفه، بيطلع أخوه بيكون نايم ولا كأنه عم بيصير إشي، هو مش قادر ينام كتير خايف. بعدين بتورجينا الكاتب إنه بيجي الصبح وبيطلع برا بيكتشف إنه ما في وحش زي ما هو كان متخيل. هلا هون في زي تويست صغيرة في آخر الكتاب، انه باخر الكتاب الكاتبة اكتشلي بتورجينا انه النخلة صور موجود. هون انا بصراحة كان نفسي كتير تكمل، لانه هون بطل في يعني خلصت القصة، بس انا كان نفسي اعرف شو اخوه شاف لما شاف النخلة صور في الحمام عندهم، شو كان رأيه. So it's really cute, it's funny, it's sweet. حلوة كمان لانها بتتوجه للولاد الصغار، بالعادة معظم كتب الاطفال حاليا ما بعرف ليه للبنات، مش كتير كل هذا الشباب، في تنوع بس مش دايما. So they're really cute. الرسمات هيك بتوحي إنه الدنيا ليل وكوابيس وعتمة، you know it's sweet. So if you like this kind of stories for your children, رح تحبوا هذا الكتاب. So yeah, have a lovely day. Bye.